القصة أو خلينا نقول الحلم اللي عم بيكبر. كحاية للاسم هو بالمعنى الحرفي الخيل العربية الأصيلة الكحلة، هذا المعنى الحرفي تبعت اسم كحايل. من وين أجا المسمى؟ هو بما أنه بداياتنا كانت من الدبكة، والدبكة هي شيء أصيل وعربي وخصو في الأصالة والتراث، فهو الرمز تبع أصالة تراثنا. فأنا ربطت بين أنه الأصالة المربوطة في تراثنا وبين الصبية اللي هي رمز الفتاة الفلسطينية بكحلها الفلسطيني، فجمعت ما بين الجمالية والأصالة ومع الدبكة والتراث لنطلع باسم كحايل. كحايل اليوم هي وليدة 9 سنوات تقريبا. خلينا نقول بالبدايات احنا بلشنا في فرقة الدبكة اللي كانت مجموعة اللي كانوا يتعلموا دبكة قبل ما تكون فرقة، اللي بلشنا في تدريبات دبكة مجموعة صغيرة، كنا نتمرن في مدرسة. فبعد ما كانت بس دبكة وصار في عنا الاسم، صار في عنا الشخصية والهوية، البصمة الهوية اللي احنا صارت كل الناس تعرفها بالدبكة، قررنا انه احنا نعمل جمعية مسجلة. فبعد ما كانت بس فرقة دبكة مدرسة لتعليم الدبكة، صرنا اليوم جمعية مسجلة اللي تعنى بالبرامج التربوية الثقافية والفنية. فقررنا انه احنا نستأجر محل، مكان اللي يكون المكان الفيزيائي اللي يجمع كل الطاقات اللي احنا ممكن انه احنا نجندها لمصلحة تراثنا، لمصلحة الهدف اللي احنا رسمين، الرؤية البعيدة اللي احنا حاطينها في جمعية كحايل. لهيك استأجرنا المكان هذا اللي احنا موجودين فيه اليوم من 3.5 سنين تقريبا بشكل شخصي. الجمعية لغاية اليوم غير ممولة، ما بتتلقى ميزانيات ولا من اي محل ولا دعم من اي جهة لا خاصة ولا عامة. التمويل اللي احنا نرتكز عليه هو الاكتفاء الذاتي من البرامج اللي احنا كمان شوي رح احكي عليها، اللي هي عم بتخلينا نكون واقفين على اجرينا، بس هي غير كافية اليوم لانها تحقق كل الطموح والأحلام اللي إحنا عم نفكر فيها، أو إنه الشباب والطاقات الرينوية والغير رينوية اللي بتستقطب هون في مركز كحايل إنه إحنا نقدر إن نطلعها على أرض الواقع. طبعاً اليوم أنا إنه أمسك قسم العلاقات ما كانش كتير هوين، مرقت ما يقارب 10 سنوات من تجربتي في كحايل. بلشت طفلة صغيرة في المدرسة أتعلم دبكة، نتطوع حتى من ورشات الدهان، من ورشات الدبكة، من السفرات، من كل هاي الأشياء ما يقارب فعليا 10 سنوات. وانا كنت خلال هاي الفتره كلياتها في المدرسه كنت متطوعه وكنت اتعلم دبكه، وكانت كل اوقاتي وكل اصدقائي موجودين هنا في المركز. طبعا احنا كنا اول شيء نتعلم فرق دبكه صغيره، اليوم احنا صرنا مركز كحايل. وانا مرقت تجربتي في المدرسه وتجربتي في الجامعه وتخرجت من قسم الاعلام، واليوم انا ماسكه قسم العلاقات العامه في مركز كحايل. فكره انه انت تكون متطوع وتكون متدرب دبكه وتمسك قسم العلاقات العامة، فهذا إشي كتير بالنسبة إلي إنجاز أخذته في مركز كحايل. وكثير أشخاص غيري مرقوا هاي التجربة، واللي بدي أحكي لكم إياه اليوم إحنا المركز كحايل مش بس دبكي، مش بس إنه إحنا عم نتعلم دبكي ومنعلم دبكي. اليوم في عنا كثير فرق من موسيقى، من ثقافة، من ورشات رسم، من ورشات إعلامية ورسم تصوير. فعنا مرقنا ونمرق كثير محطات في مركز كحايل، ومنمنح كمان فرص للأطفال للشباب اليوم، ومنحاول قد ما بنقدر نستقطب طاقات الشباب لحتى نوظفها في مركز كحايل بالطريقة الصح والصحيحة. مركز كحايل هو بالنسبة لي زي بيت الثاني. أنا هون لسه بعمر 24 سنة، من عمر من صف ثامن أنا هون بمركز كحايل تقريبا 10 سنوات. الدبكة بالنسبة لي أكثر من هواية، إنما أكثر إشي بحب أعمله وباجي عشان أعمله لأني بحبه. رسالتي للجيل اللي هو بجيلي، للشباب اللي هن بجيلي، ما تخلوش العمر اللي هو يقيدكم، بالعكس تعالوا انضموا واعملوا الإشي اللي بتحبوه. وطبعا بنفع تنضموا لإلنا بمركز كحايل. طبعا اليوم إحنا بمركز كحايل اتطورنا لإشي وعم نشتغل على إشي اللي هو كتير كبير، اللي هو إشي اسمه أوبيريت، اللي هو عمل مسرحي غنائي راقص، اللي عم نشتغل مع مخرج وطاقم مهني كبير، اللي إحنا مسيرتنا كحايل ورسالتنا اللي هو رح يعرض هاي الرسالة. خلينا نقول
القصة مش مجرد دبكي، احنا ما وراء الدبكي قدرنا نوصل لأهداف كتير كبيرة. بمسميات الدبكي احنا جمعنا هدول الشباب والصبايا، ومع هدف الدبكي احنا حققنا أهداف كبيرة، خضنا ميادين كبيرة، فزنا بمضامير كتيرة، وعم نحقق كثير إنجازات اللي أنا من جهتي بعدها جدا عظيمة، لأنها الميزانيات جدا قليلة والإمكانيات غير متوفرة ومتاحة. اللي بشوف نجاحات كحائل اليوم بفكر إنه إحنا جدا مدعمين، بس إحنا الحمد لله دعمنا هو ثقتنا بطاقات الشباب الموجودين معنا، دعمنا هو اتكالنا على رب العالمين، دعمنا إنه إحنا عم نعمل إشي لمصلحة بلدنا بداية، لمصلحة مجتمعنا، لمصلحة الشباب اللي هو عم مستمر إنه هو يكون نحو الهاوي. إحنا عم نحاول إنه إحنا نكون بمحل نوجه كل العالم إنه الشباب والصبايا الفلسطينيين هني بمحل اللي بيقدروا ينجزوا كثير، حتى لو إنه كل العالم بدها تستهتر بالمفهوم تبع الدبكي، بس إحنا عم نوصل لمحل اللي عم نثبت إنه تراثنا هو الأساس. دبكتنا وخبطت أقدامنا تقدر توصل وتسمع لكتير صدى عالي، الصدى اللي احنا عم ننجزه بتواجدنا مع بعض بهذا الاطار. احنا بلشنا مركز كحايل كفرقه صغيره، بلشنا نطور 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 نطور، اليوم احنا وصلنا لتسع فرق دبكي موجوده بمركز كحايل. هاي التسع فرق اللي هي مش بتتعلم بس دبكي اللي هي دبكي الشعبيه الموجوده، هي بتتعلم على تراثنا، بنبلش بالتراث من الاول لتوصل لانت لموهوب. دائما احنا بنستقطب طلاب اللي هي تيجي بأساس تعرف تدبك، بس بتضح انه اللي بيعرفوه مش الدبكة المضبوطة اللي احنا بنعلم فيها الدبكة التراث الشعب الفلسطيني. احنا موجودين في منطقة اللي هي بحبوا الدبكة فيها، الاهالي بتشد انه اولادها تتعلم الدبكة، واحنا موجودين في قرية الرينة، كتير 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 بيساعدوا الاهالي، في مساعدة بين الاهالي وبين المركز انه بيجيبوا اولادهم بيعرفوهن على الدبكه، بفوتوهن على الدبكه. احنا بمركز كحايل كمان احنا فتحنا فرع كمان بحيفا، موجودين بحيفا، بلشنا كمان بحيفا من 7 سنين كمان من مركز كحايل. واحنا من هاي عندنا رساله احنا بنقدمها انه هي التراث الفلسطيني، لازم احنا نعلم اولادنا اولادي اولادنا عشان هن كمان يعلموا اللي جاي وراهم، يعلموهم التراث الفلسطيني الصحيح اللي هي الدبكة الشعبية الفلسطينية. احنا كمان مركز كحايل منعت الشهايد مهنية من قبل ناس قيادية ومهنية، ولا تقتصر على أهل الرينية بل البلدات